الامر تيطلب ان نديروا اصلاحات جذريه على ثلاثه المستويات. المستوى الاول مرتبط بالمنظومه القانونيه الوطنيه اللي خصها تغيير لفائده اعمال المساواه وتحقيق المساواه. وهذه المنظومه القانونيه كاين مدونه الاسره، مدونه التجاره، مناصب الوظيفه العموميه، مدونه الشغل، القانون الجنسيه، وكل القانون الجنائي، كل القوانين هنا خص فيها اعمال ديال الاعمال في هذه المساواه. المستوى الثاني هو المستوى الاقتصادي. اليوم ما يمكن ليناش نبقاو ساكتين على تقييم العمل اللي تقوم به في المرأة في البيت وأننا ما نعطيوش قيمته المادية وقيمته المعنوية الكبيرة. وأيضا ما يمكن ليناش نبقاو محاصر النساء في العمل في الوظائف ولا في الأشغال ولا في الخدمات الهشة اللي ما تتخوش لها الحماية الاجتماعية وما تتخوش لها التأمين على المرض وما تتخوش لها يعني واحد المردودية اقتصادية، دخل اقتصادي مهم، ما تتمنحلهاش الكرامة العيش. وهنا خصنا نكونوا شجاعين ونخرجوا المرأة من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل ونعترفوا لها بعد مساهمتها في الناتج الوطني وفي التنمية الوطنية. في المستوى الاجتماعي المرأة تتقوم واحد مجموعة ديال الأدوار، الدور الأول ديالها تبدأ من الأسرة ومن البيت. هذا الدور محتاج إلى 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 تقويم، ومحتاج اننا نعطيوه قيمته ونعطيوه لا فالور ديالو، ومحتاج اننا ما نتعاملوش معاه على اساس بانه مكون او انه وظيفه طبيعيه. الامر لا يتعلق بوظيفه طبيعيه، الامر يتعلق بمساهمه اساسيه ومهمه في البناء الاسري ومن خلاله البناء المجتمعي. وبالتالي اليوم احنا محتاجين على اننا نعطيو للمراه مكانتها القيميه والمعنوية والأخلاقية داخل المنظومة القيمية لبلدنا أولا، وثانيا داخل المنظومة القانونية. وهذا الأمر سيؤثر بشكل مباشر على قيمتها في المنظومة الاقتصادية ونقلها من أكبر ضحايا الاقتصاد الغير المنظم إلى منتجة وفاعلة في الإطار الاقتصاد المنظم.